ودلوقتي يجي ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم نتعامل بها والتقرب إلى الله في أيام شهر رمضان المبارك. النهاردة التقرير بعنوان اسم الله الجبار، تعالوا نشوف. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير مننا يعرف اسم الله الجبار، إن ربنا سبحانه وتعالى جبار على الظالمين، جبار على المتكبرين، جبار على الناس اللي مش كويسة دي، بس ناس كتير قوي ما تعرفش إن ربنا اسمه الجبار من الجبر، من جبر القلوب، من جبر الطيبين، من جبر الناس اللي قلوبها مكسورة. في القرآن الكريم قصة لطيفة جداً، ناس كتير يمكن ما تاخدش بالها منها لأنها بين سطور شوية. سيدنا نوح لما ربنا سبحانه وتعالى أمره يدعو قومه ودعاهم وناس قليلة اللي أمنت حتى أهل بيته ما أمنوش، لما ربنا أمر السماء إنها تمطر والأرض إنها تطلع المية، كان منظر الناس في الغرق منظر صعب جدا ومفزع جدا. من بين الناس اللي كانت بتغرق ابن سيدنا نوح. سيدنا نوح نادى عليه والقصة مشهورة جدا في القرآن في سورة هود. لكن هل ربنا سبحانه وتعالى هيسيب سيدنا نوح يشوف ابنه وهو بيغرق؟ دي تنافي رحمة ربنا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى طبطب على قلب سيدنا نوح وجبر خطره وقال إيه ربنا في القرآن؟ وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ربنا سبحانه وتعالى أمر الموج أنه يرتفع عالي جدا لدرجة أن سيدنا نوح ما يشوفش ابنه وهو بيغرق، لأن ابنه مش بيغرق، ابنه بيغرق. فرق كبير جدا بين أن واحد يغرق وواحد حد يغرقه. لذلك ربنا مش بيقول فكان من الغارقين، بيقول فكان من المغرقين، يعني إحنا اللي غرقناه. اللقطة دي والمنظر ده ينافي رحمة ربنا إن أب يشوف حتى ده الولد ده لو كان كافر، ينافي رحمة ربنا إن أب يشوف ابنه وهو بيموت. لذلك ربنا أمر الموج إنه يرتفع أعلى من نظر سيدنا نوح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ربنا جبر قلب سيدنا نوح، وكمان جبر قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حاجات كتير قوي، في رحلة الإسراء والمعراج وفرض الصلاة وحاجات كتير قوي، وجبر كمان قلوبنا فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دايما لما كان يسجد كان بيقول اللهم ارحمني واجبرني. اوعى الدعوة دي تفوتك أبدا، اوعى تطلب من ربنا، اوعى تنسى تطلب من ربنا انه يجبرك، اوعى تنسى انك انت ليك عند ربنا حاجات كتير قوي، بس انت اطلب وادعي وقول يا رب ربنا يسترنا ويجبرنا ويرحمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.